بحب الفخر وقتا بيشوف البلديات والمجتمع المحلي حاطين ايدهم بايدين بعض لينطفوا الكورة والمناطق التانية. يعطيكم الف عافية. I'm very pleased to be here today to launch sustainable initiatives to redefine municipal waste management and make our environment safer and healthier. Today's workshop will enable municipalities who are collecting recyclables to apply this framework and link them with more than 25 companies who will buy these recyclables. شكراً لحضوركم ونتمنى أن نخرج اليوم بتوصيات من الممكن العمل من خلالها على تحسين آليات عمل أسواق النفايات البلدية القابلة للتنوير ومواجهة التحديات والمتغيرات التي فرضت نفسها على القطاع وعلى لبنان في السنوات الماضية. وشكراً.